الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة على الهواء عبر شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية وبعض القنوات الفضائية الخاصة وإذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة بمناسبة العيد القومي لمحافظة الشرقية، حيث تحتفل الشرقية بعيدها القومي في 9 سبتمبر كل عام ذكرى تصدي ابنها البار الزعيم أحمد عرابي في وجه الاحتلال الإنجليزي، حيث سطر بوقفته هذه سجلا تاريخيا يضاف إلى الانتصارات العظيمة لمصر. فقد وقف الزعيم أحمد عرابي متصديا للاحتلال الإنجليزي. مشاهدينا الكرام، محافظة الشرقية محافظة عريقة تسهم بشكل كبير في التنمية الصناعية، ففيها مدينة العاشر من رمضان، وتسهم برقعة زراعية كبيرة في الاقتصاد المصري، حيث بها رقعة زراعية كبيرة في الصلحية، وبها المزارع السمكية في مدينة الحسينية، وبها أعلام كثر، فمن أبنائها الدكتور مجدي يعقوب، ومن أبنائها العالم العارف بالله سيدي الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، وبها العديد من قراء القرآن الكريم، فمن أبنائها القارئ الشيخ أحمد محمد عامر، والشيخ محمد الليثي، والشيخ السيد متولي عبد العال رحمهم الله رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته. مشاهدينا الكرام، منذ أيام قليلة هل علينا شهر ربيع، شهر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان ميلاده شمسا أشرقت على الدنيا فأخرجتها من ظلمات الجهالة إلى نور العبودية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد كرمه ربه، ففي كل يوم نسمع المؤذن يقول 5 مرات: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فكرمه الله بأن جعل اسمه ملاصقا لاسمه، وأنشد حسان بن ثابت يقول: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذ قال في 5 المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله: فذو العرش محمود وهذا محمد. إن أمه لما حملت به أتاها آت وقال لها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وضع في الأرض فقولي: أعيذه بالواحد من شر كل حاسد. وآية ذلك أنه يخرج معه نور يملأ قصور بصرى من أرض الشام، إذن فسميه محمدا، فإن اسمه في التوراة أحمد، يحمده أهل السماوات وأهل الأرض. يا سيدي، في ذكراك تذكرة، وفي رحابك يسمو نظم أشعاري: من أنقذ الكون من شرك يدنسه، وخلص الناس من تأليه بأحجاري؟ من علم الكون قرآنا يرتله، فتنصتت الجن إعجابا؟ وهل هناك غير محمد جاء للناس بمحجة بيضاء ليلها كنهارها؟ صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. بمناسبة العيد القومي لمحافظة الشرقية من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق، نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة من أول سورة الطلاق، يتلوها القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كان يؤمن بالله واليوم
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا قد جعل الله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ ذلك أمر الله أنزله إليكم ذلك أمر الله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا وإن كن أولات
حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا آمنوا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا
قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار قد أحسن الله له رزقا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العظيم الفاتحة.